يشدون عيون ودي ويعذبوني بور بلاستيك. الاعتقال التعسفي والتعذيب، هذا مصير الأطفال المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة في العراق. ورغم مطالبات العديد من الدول والمنظمات الحقوقية إنصاف هذه الشريحة التي نشأت قصراً في مجتمعات تنظيم الدولة، إلا أن العكس ما يحدث تماماً من خلال إصرار الحكومتين في بغداد وأربيل على إلصاق التهم بالأطفال وانتزاع اعترافاتهم بالإكراه. لازم كلكم تعترفون، تقرير من بين عشرات التقارير الحقوقية التي أعدتها منظمة هيومان رايتس ووتش، وتظهر فيها الصور القاسية لتعذيب مئات الأطفال في العراق. هاي نوع التعذيب بجي قاعدة يجي طفيها كيبلات والبواري يضربوني يعذبوني. جند الأسهج قال لي ما تنكر عند القاضي من تدخل لي جوا عنده، إذا نكرت رجعك تحقيق وتعذيب. فأني خفت واعترفت أمام القاضي. اعترافات هؤلاء الأطفال كما تقول المنظمة تقوم على نهج قمعي ظالم يحتجز فيه الأطفال المتهمون ويعذبون ويحاكمون بغض النظر عن مستوى مشاركتهم مع التنظيم، في حين يخشى المطلق سراحهم من العودة لمنازلهم خوفا من تعرضهم لهجمات انتقامية. أنا هل من يوجوني أنا اللي جاي يعني بعدين واحد هناك يوصل سالفة يقول دور راحوا يعني شاف ابنهم يعني بعدين أهل وما يتأذون. لا أقدر أنام بالليل بالبيت ولا بالنهار، أخاف لا يجون اسمي بالحاسبة، أنا مود عندي عداوات شخصية، يعني لا ظل عندي مستقبل ولا هذا، يعني حياتي تحطمت. منظمة هيومان رايتس ووتش تقدر أن السلطات في بغداد وأربيل كانت تحتجز نهاية عام 2018 نحو 1500 طفل بسبب انتمائهم المزعوم إلى داعش في مخالفة واضحة للقانون الدولي الذي يحض على إعادة تأهيل هذه الشريحة ومعاملتها كضحية حرب ودمجها في المجتمعات التي تنتمي إليها، وهو ما لا يحدث في العراق الذي ينطلق في معاملتهم من مبدأ الانتقام، الأمر الذي سيخلق بحسب خبراء في الصحة النفسية وعلوم المجتمعات عواقب سلبية دائمة على هؤلاء الأطفال، ويزرع بالتوازي معها في داخلهم بذور الكره مجددا للمجتمع بسبب السلطات ذاتها التي كانت السبب الأول في ظهور العنف في العراق.